اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى نشره احوال طقس من قناه نوميديا. اجواء مستقره عموما على المناطق الشماليه من الوطن، تبقى بعض السحب العابره وبدون فعاليه على المناطق الشماليه الوسطى وكذا الغربيه، السواحل والمدن الداخليه، تصل المدن الهضاب العليا، شمال الصحراء، مدن الثورة. اذا السماء غائمه تماما بالنسبه لعين صالح، وسط الصحراء واقصى الجنوب الجزائري، تبقى الاجواء صافيه مستقره على باقي ولايات الجنوب. درجات الحراره اذا القصوى المسجله خلال صباحة هذا الجمعة بإذن الله تصل إلى 24 درجة على عين صالح بوسط الصحراء، 23 على تمنراس، 22 درجة على منطقة أضرار، 18 في بشار، 26 بتندوف، 19 درجة تقريبا على كل المناطق الشمالية الغربية، تلمسان على شلف، على تيارت، البيض، نعامة، مشرية، على وهران، مستغان، بني صاف، 18 درجة بالعاصمة، 20 درجة على منطقة عنبة، طرف القلعة، 14 درجة بمرتفعات الأوراس، مسجل 19 درجة على مدن الواحات، 20 بإليزي، و 18 درجة بمنطقة جانيت. حالة الطقس خلال المساء بإذن الله، إذا مساء الجمعة دائما نفس الوضعية الجوية، ستميز المدن الشمالية من الوطن سحب كثيفة راح تكون من النوع العالي وبدون فعالية بالنسبة للمناطق الشمالية، لكن احتمال سقوط بعض زخات من الأمطار أواخر النهار على منطقة عين صالح بوسط الصحراء، تبقى الأجواء صافية مستقرة على باقي ولايات الجنوب. درجات الحرارة إذا الدنيا المسجلة مساء الجمعة بإذن الله دائما منخفضة بالنسبة للمناطق الداخلية، تصل إلى الدرجتين فقط كأدنى مقياس، هذا على سطيف برج بارليج على منطقة تبسة أيضا وقلمة، 4 درجات بمنطقة خنشلة، 4 درجات أيضا ببشار وبعض المدن الداخلية الغربية، 8 درجات السواحل الغربية كمنطقة وهران، مستغانم إلى بني صاف، 9 درجات بتندوف، 5 درجات بمنطقة أضرار، 8 بمنطقة تمنراس، درجة واحدة تحت الصفر كأدنى مقياس تسجل بالمدن الجنوبية على منطقة جانت، وأربع درجات على إليزي. حالة البحر إذا سيكون البحر دائما مستقر هادئ على طول الشريط الساحلي، الرياح راح تكون ضعيفة نوعا ما، إذا سرعتها لن تتعدى 15 كيلومتر في الساعة بالنسبة للسواحل الوسطى والشرقية، في حين تصل حتى 20 كيلومتر في الساعة على السواحل الغربية. إذا نختم النشرة كالعادة بالمعلومات الفلكية لوقت شروق وغروب الشمس ليوم الجمعة بالجزائر العاصمة وضواحيها، شروق سيكون تمام الساعة 7:45 دقيقة، أما الغروب سيكون تمام الساعة 6:19 دقيقة. شكرا لكم على المتابعة، للقاء.